بداية هذه الحملة في إطار تخليد الموسم السنوي للشيخ ماء العيني بديزنيت. هذه الحملة الطبية التي أشرفت عليها أطر طبية من المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، وكذلك المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتيزنيت، وبدعم من المجلسين الإقليمي والجماعي بتيزنيت. هذه الحملة شملت مجموعة من التخصصات: طب الجلد، طب الأطفال، طب السكري، طب النساء، ومجموعة من التخصصات الأخرى. الحمد لله لحد أن تمر في أجواء جيدة، هناك إقبال كبير من الساكنة. هذه الحملة عرفت زيارة السيد العامل الذي وقف على سيرها، والحمد لله أشاد بالسير الناجح وبالتنظيم المحكم الذي سارت عليه جميع الأطر. كذلك عرفت زيارة ممثلي الجماعة جزاهم الله خيرا. ومن هذا المنبر نشكر جماعة تيزنيت، نشكر المجلس الإقليمي على تعاونهم وعلى دعمهم الدائم لهذه التظاهرة التي هي موسم الشيخ ماء العيني ولهذه الحملة الطبية بالخصوص.